تعرف عن صناعة التأمين؟ إيه أهميتها ليك؟ والاقتصاد؟ يعني أنواعها المختلفة؟ إزاي بتشتغل صناعة التأمين في مصر وفي العالم؟ كل ده هنعرفه النهاردة ببساطة معاكم أنا محمد النجار. إيه هو التأمين؟ التأمين هو نظام قائم في الأساس على تحويل المخاطر من فرد أو شركة لشركة تأمين. طب شركة التأمين بتعمل إيه؟ بتأمن عليك وعلى ممتلكاتك، وده بيشمل دفع مبلغ مالي اللي بيتسمى القسط أو عبارة عن دفعة دورية بتدفع لشركة التأمين اللي هتأمن عليك مقابل المخاطر لو حصلت، مقابل تحملها للمخاطر المتعلقة بحادث أو محتمل أو حتى غير محتمل، أو خسارة متوقعة أو غير متوقعة في المستقبل. عشان كده عقد التأمين بيكون بين طرفين، الطرف الأول المؤمن وهي شركة التأمين وهي شركة هتتحمل المخاطر عنك، والطرف الثاني هو المؤمن عليه، هو الشخص أو الشركة اللي هتدفع مقابل القسط، مقابل انها لو حصلت اي خساره عليك في المستقبل شركه التامين هي اللي هتعمل لك التغطيه التامينيه. طب ايه اهميه التامين؟ التامين واحده من اكثر الصناعات اهميه للافراد والمؤسسات والاقتصاد على حد سواء. عشان كده بيمثل التامين نظام اساسي لحمايه الممتلكات وتحقيق الاستقرار المالي في مواجهه اي مخاطر قد تكون محتمله في المستقبل. عشان كده اهميه التامين بتتبلور في اربع نقط مهمه. اول حاجه حمايه الممتلكات، الحفاظ على الاستقرار المالي، الشعور بالامان والطمانينه. واهم حاجه طبعا انها بتساعد على تجنب اي ازمات ماليه او اقتصاديه قد تنتج في المستقبل نتيجه حوادث او كوارث احنا مش متوقعينها. طب ايه هي فوائد التامين؟ التامين له تاثير كبير جدا على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتك انت الشخصيه وعلى شركتك اللي انت بتشتغل فيها بشكل خاص. ده كله من خلال ايه؟ من خلال انها بتقدم لك حمايه ماليه وبتخفف عليك من المخاطر اللي ممكن تحصل في المستقبل، وده كله بيساهم في دعم النمو الاقتصادي وبيعزز استقرار الشركات وبيوفر الامان والراحه النفسيه للافراد، ودي اهم حاجه عندنا كلنا. بتشجع الاستثمار والنمو، وكمان بتعمل على تقليل اي تاثيرات سلبيه من المخاطر الكبيره المتوقعه. طب على صعيد الشركه اللي انت بتشتغل فيها بتعمل ايه؟ بتحمل اصول وممتلكات، بتوفر الاستقرار المالي، بتعمل على استمراريه الاعمال وجذب المزيد من الاستثمار. طب على صعيدي انا بقى كمواطن بتعمل حاجات كتير، بتحسسك بالامان وده اهم حاجه، بتحسن جوده الحياه، والنقطه المهمه انها بتوفر التكاليف الطبيه في المستقبل مع مرور الزمن. ايه انواع التامين؟ عندنا انواع كتير جدا للتامين، اهم حاجه انها بتستهدف تغطيه مجموعه من المخاطر والاحتياجات اللي بتحصل لنا في المستقبل، زي التامين على الحياه، زي التامين على الممتلكات، زي التامين الصحي عشان لو تعبت تروح حد يدفع لك مصاريف العلاج، زي التامين على السفر عشان لما تيجي تسافر، وزي التامين على السيارات. اشهر نوعين من انواع التامين في مصر هو التامين الصحي والتامين على السيارات. لما تشتري عربيه جديده لازم تامن عليها عشان لو حصل لها حاجه، ولو تعبت تخش المستشفى ما تدفعش فلوس، التامين الصحي هو اللي هيدفع لك الفلوس. طب هنعمل ايه عشان نامن؟ لازم اول حاجه تحدد حاجتك التامينيه، انت عايز تامن على حياتك، عايز تامن على عربيتك، عايز تامن على بيتك. بعد كده تروح تبحث عن اهم شركه تامين، تشوف ايه شركات التامين اللي موجوده في السوق وتبدا تدور عليها وتبدا تقارن ما بينهم. كده يقدموا لك عروض، كل شركه هتقدم لك عرض هتقول لك كده انا هعرف هتامن لك على الاصل ده بقيمه كذا وهتدفع مبلغ قد كذا، تبدا تقارن ما بين العروض دي كلها عشان تبدا تقيمها ما بين تقييم مالي وتقييم فني، عشان بعد كده تختار شركه التامين. بعد ما تختار شركه التامين تعمل ايه؟ تدفع قسط التامين عشان لو الخطر وقع في اي لحظه شركه التامين تقوم معوضاك على طول، وهو ده حكايه صناعه التامين ببساطه.